الرئيس صالح مختفٍ من المشهد ولا أحد يعرف مكانه، هل هذا خوف أم انسحاب من السياسة أم إدارة للمعركة من وراء ستار؟ نحن واثقون بالله وبشعبنا وبأنفسنا، ولا خوف إلا من الله العلي القدير الذي بيده الحياة والموت، ولكن الاحتياط واجب أمام آلة القتل الهمجية، ليس خوفا، ولكن لأننا نشعر بأن واجبنا الوطني يقتضي أن نكون مع شعبنا في هذه الظروف الدقيقة التي يواجه فيها وطننا تحديات كبيرة وخطيرة تمس أمنه واستقراره وسيادته ووحدته. نحن موجودون في وطننا وبين شعبنا، وإذا جاء الأجل فلا راد له، ونحن فداء للوطن الذي يستحق كل تضحية. من يحكم اليمن حاليا، صالح أم الحوثيين؟ يحكم اليمن اليوم أنصار الله الذين سلمهم الفار هادي السلطة بعد أن تحالف معهم ومع حركة الإخوان المسلمين وبعض من شيوخ القبائل المتنفذين. بيانات وصحف تابعة لحزبك تشيد بالحوثيين وبحربهم على السعودية، هل هو موقفك أنت أيضا؟ نحن نشيد بموقف الجيش اليمني وكل من يقف في وجه العدوان السعودي الغاشم الذي يتعرض له شعبنا دون مبرر ومن أي مكون سياسي أو اجتماعي كان، والدفاع عن الوطن واجب على الجميع. صحفك أيضا تشيد بالجيش اليمني، من يدير هذا الجيش الآن ولمن يتبع ومن يموله؟ يدار من قبل أنصار الله الذين استلموا السلطة بعد فرار هادي. ما الأسباب التي جعلتك خصما للسعودية؟ ليس بيني وبين السعودية أي خلاف، خلافنا هو في عدوانهم على وطننا واستهداف شعبنا وقتل أبنائه شيوخا وأطفالا رجالا ونساء، وتدمير مقدراته وبنيته التحتية وفرض الحصار عليه، وهذا ما لا يرضاه أي إنسان وطني أو ضمير إنساني. لقد أخطأت السعودية خطأ كبيرا بهذا العدوان الذي لا مسوغ أخلاقي أو قانوني له، ناهيك عما سيخلفه في النفوس من جراحات عميقة، وحيث لن ينسى شعبنا وعبر أجيال القادمة ما تعرض له من عدوان وحشي وظلم واستعلاء من جانب أشقاء وجيران له. هل خلافك الحالي معها مرتبط بشخص الحكام الحاليين أم أن المصالح صارت متعارضة مع النظام ككل هناك من وجهة نظرك؟ في حقيقة الأمر الخلاف مع نظام آل سعود، لقد وجدوا في القيادة الجديدة من ينفذ سياستهم التي عاهدوها منذ عام 1934 إلى العام 1970 وحتى العام 1994 وحتى اليوم، وهم يضمرون الشر للشعب اليمني لأنهم يريدون أن تكون أيديهم هي العليا وأيدي اليمنيين هي السفلى، معتمدين على المال لا على أيديولوجيات معينة، اعتمادهم على أموال من تحت الرمال أو ما يسمى الذهب الأسود. بعض السعوديين يراك ناكرا للجميل فقد دعموك 30 عاما وعالجوك بعد إصابتك وحموك بالمبادرة الخليجية عام 2011، كيف ترد؟ على المستوى الشخصي فإني لا أنسى للسعودية في ظل قيادة الراحل الملك عبد الله موقفها معي ومع قيادة الدولة خلال تلقينا العلاج في مستشفياتها بعد تعرضنا للحادث الإجرامي الإرهابي الذي ارتكبته عناصر وقيادات مجرمة تحتضنهم اليوم المملكة، وفي مقدمتهم القيادات الإصلاحية الإخوان المسلمين ومنهم محمد اليدومي وعبد الوهاب الأنسي وعبد المجيد الزنداني وآخرون نكاية في اليمن، وهي لا تدرك مخاطر وجودهم وشرهم الذي سيطالها منهم عاجلا أم آجلا. لو دعيت إلى السعودية لحوار وطني جديد بينك وبين الفرقاء السياسيين، هل ستوافق؟ لما؟ الحوار بين اليمنيين ينبغي أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة وفي دولة من غير الدول التي شاركت في العدوان على شعبنا ووطننا. استهداف مناطق في السعودية بصواريخ من اليمن، ما موقفك منه؟ استهداف الأراضي السعودية يأتي ردا على ما يقوم به نظام آل سعود من عدوان سافر على الشعب اليمني دون تمييز بين منطقة وأخرى أو حزب وآخر، لكنهم استهدفوا كل شيء، ونحن دولة معتدى عليها وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، والدفاع عن النفس حق مشروع. هل سعت أي قوة دولية للتواصل معك، أمريكا، إيران، روسيا؟ ماذا كانت المطالب وماذا كان الرد؟
التواصل مستمر بيننا وبين العديد من الأطراف الدولية ومنهم أمريكا وروسيا وبريطانيا من أجل إيقاف العدوان الذي تتعرض له بلادنا وإيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية عبر استئناف الحوار وإرساء أسس لتسوية عادلة تضمن لليمنيين مستقبلا أفضل ويصان فيه أمنه وسيادته ووحدته. نحن لا نبحث عن مخرج شخصي لأنفسنا، نحن نبحث عن مخرج لليمن، وكما قلت لك نحن فداء للوطن ولشعبنا. هل ترى دورا أمريكيا فيما صارت إليه الأمور في اليمن؟ وهل ترى لأمريكا دورا في المستقبل؟ وما تقييمك لموقفها الحالي من الصراع؟ نعم لها دور، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى أن تلعب دورا في إحلال السلام ليس في اليمن فحسب بل في أرجاء المعمورة. هل انتهى الود بينك وبين الأمريكيين تماما بمعنى أنهم لم يعودوا أصدقائك؟ لم ينتهي بيني وبينهم الود، تربطني علاقات جيدة سواء مع شخصيات في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وبرغم ذلك إلا أن الأمريكان تهمهم مصالحهم. موقفك من السعودية يختلف عن موقفك من حلفائها في عاصفة الحزم، خطابك مثلا يحوي الكثير من الغزل للنظام المصري، كيف تفسر ذلك؟ تربط شعبنا اليمني بمصر روابط وأواصر أخوية وتاريخية متينة، فلقد ساند الشعب المصري الثورة اليمنية وقدم أكثر من 10,000 شهيد مصري في سبيل الانتصار للإرادة اليمنية وثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وهو موقف لن ينساه شعبنا لمصر العزيزة على قلوبنا. إلى ذلك فإن الموقف الواعي للشعب المصري تجاه حركة الإخوان المسلمين حين لفظهم وثار ضد حكمهم بعد أن استشعروا خطرهم على مصر والعالم العربي عموما، وذلك الموقف هو موقف الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني. وفي الخليج تربطنا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علاقات جيدة والتي أسسها المرحوم زايد بن سلطان آل نهيان. ليس بيننا وبينهم أي خلافات، لكننا نشفق على إخواننا في الإمارات لمشاركتهم في العدوان على اليمن وندعوهم لمراجعة موقفهم من هذا التحالف المعتدي على إخوانهم من أبناء الشعب اليمني. السعودية، إيران، دول الخليج، أيهم تعتبره صديقا للشعب اليمني؟ جميعهم أصدقاء، لكن السعودية بعد عدوانها على اليمن لم تعد بلدا شقيقا ولا صديقا، بل بلدا معتديا على وطننا وعلى شعبنا اليمني. ما الأعمال التي يقوم بها الحوثيون ترى أنت بأنها خطأ؟ من الأفضل للحوثيين أن يعطوا أهمية كبيرة للعمل السياسي وأن يكون لديهم برنامجا سياسيا مقنعا، خاصة وأنهم الآن أصبحوا مسؤولين عن الدولة، بحيث يقدمون أنفسهم بديلا أفضل من الفارهادي والإخوان المسلمين. هل كنت على علم بأن الحوثيين سيقتحمون صنعاء؟ لقد سبق وأن أوضحت بأنه لا علم لنا بدخولهم صنعاء، وأن من كان على علم ودراية بذلك هو الفار عبد ربه الذي ساعدهم على ذلك من أجل ضرب الإخوان المسلمين والتخلص منهم، كما فعل في إسقاط محافظة عمران والتخلص من أولاد الأحمر بعد أن أصبحوا جميعهم عبئا عليه، وظل يراوغ حتى أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من انسداد وتأزم. كيف تشعر أثناء قيامهم بنهب المعسكرات وسيطرتهم على الدولة؟ كان استيلاؤهم شيئا طبيعيا ومتوقعا نتيجة خيانة الفار هادي وغياب الدولة وهزيمة الإخوان المسلمين. يتهمك البعض بالوقوف وراء الاعتقالات وتصفية حسابات مع خصومك الذين خرجوا ضدك في عام 2011 مستخدما الحوثيين في ذلك. لا علاقة لنا بالاختطافات أو مثل هذه الأعمال، فلم نعد في السلطة ولم تعد لنا أي سلطة. السلطة اليوم في يد أنصار الله، وهذه الاتهامات مزاعم باطلة ظل يرددها خصوم سياسيون من المتطرفين في حزب الإخوان المسلمين. انتقلت السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادي وفقا للمبادرة الخليجية بموافقتك أنت، وقلت حينها أن السلطة أصبحت في أيد أمينة، لكنك ترى هادي اليوم خصما، ما الذي تغير؟ لقد خان الفار هادي الأمانة وتخلى عن المسؤولية التي ألقيت على كاهله واستدعى العدوان على شعبه ووطنه، وأصبح اليوم خصما لكل اليمنيين ولن يفلت من عقاب الشعب والتاريخ. فقد ارتكب الفار هادي الخيانة العظمى حين دعا التدخل السعودية والأجنبية، كما دعا إلى وضع اليمن تحت البند السابع وسعى لاستصدار القرار الأممي 2216. ولقد أصبح الفار هادي اليوم خصما لكل اليمنيين وليس خصما لي فقط،
وبالجرائم التي اقترفها فإنه يجب محاكمته وإيداعه محكمة الجنايات الدولية، وهو ما نسعى إليه اليوم وفي الغد. هل تؤيد عودة هادي والبرلمان لممارسة مهامتهما والبدء بحلول سياسية؟ البرلمان مؤسسة وطنية يجب أن تعود لممارسة أعمالها، أما الفار هادي فقد أصبح من المستحيل عودته، وكل من يسعى إلى عودته إلى اليمن فهو يلعب بالنار، سواء كانت قوى دولية أو إقليمية، وعلى مجلس الأمن أن يفهم ذلك جيدا. السيناريوهات التي تتوقعها في اليمن في المستقبل. سنظل متفائلين بأن إرادة السلام سوف تنتصر، والشعب اليمني صاحب إرادة قوية وسينتصر لإرادته مهما كلفه ذلك من ثمن أو تضحيات. لقد مرت اليمن في الماضي بتحديات ومؤامرات كثيرة، لكن في النهاية انتصر الشعب اليمني وتمكن من تحقيق ما يريد. نحن نتطلع إلى أن يستجيب المعتدون للنداءات المطالبة بوقف عدوانهم، وأن يتركوا لليمنيين أن يقرروا ما يريدون بشأن بلدهم ومصيرهم، وهم قادرون على الاتفاق ما بينهم والتفاهم حول المستقبل الذي يريدونه لليمن. هل هناك حلول تعتقد أنها ستخرج اليمن من أزمته؟ ماذا تقترح؟ أولا إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الجائر المفروض على شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق شعبنا، لأن دماء يمنية سفكت وأرواحا أزهقت ومقدرات كبيرة دمرت دون وجه حق أو مشروعية أو مبرر. فمن الذي أعطى السعودية الحق لترتكب عدوانها على شعبنا أو تتدخل في شؤونه الداخلية وتنتهك سيادته؟ ثانيا عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار برعاية أممية، ويمكن لروسيا أن تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، وأن يستهدف هذا الحوار إنهاء الفترة الانتقالية والانتقال العاجل إلى مرحلة الشرعية الدستورية بعد التوافق على الدستور خلال فترة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية، بما يضمن لليمن أمنه واستقراره ووحدته والمستقبل الأفضل لأجياله. ثالثا دفع التعويضات لشعبنا وإعادة إعمار كل ما دمر من مصانع ومدارس وجامعات ومستشفيات وجسور وبنى تحتية عدة، على الرغم من أن كل ما خسرته اليمن نتيجة ذلك العدوان لا يقدر بأي ثمن، خاصة في جانب الأرواح البريئة التي أزهقت دون ذنب. رابعا عقد حوار يمني سعودي لحل كافة القضايا وإيجاد التفاهمات التي تؤمن مستقبلا أفضل في علاقة البلدين الجارين وتضمن للمنطقة الأمن والاستقرار. وقد قدم المؤتمر الشعبي العام رؤية متكاملة للحل، وهي موضع بحث مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، فخيار المؤتمر هو خيار سلمي ويهمه الخروج من هذه الأزمة عبر تسوية سياسية عادلة وشاملة وفي إطار توافق يمني يمني وشراكة وطنية لبناء وطن يمني مزدهر.